سكة سكة وطريق سكة وسلاس. يا راضي، الدنيا النهارده زحمة شوية. صباحية تقيلة يا باشا، صباحية تقيلة. عندنا شوية محاضر النهارده، انما تقال قوي يا باشا. المحاضر كلها زي بعض، ما عندناش محضر خفيف ومحضر تقيل، الناس كلها واحد. تمام يا باشا، بس الناس يعني نفسها تشوف حضرتك، عايزة تشوفك يا باشا. ليه؟ عمرو دياب؟ لا والله العظيم يا باشا، حضرتك سمعتك سابقاك، كل الناس بتحبك وبتقول عليك راجل طيب وبتخدم كل الناس. شوف ازاي؟ شكلك كده عندك طلب، صح؟ لا والله يا باشا، أنا بقول الحقيقة. يا سيدي أنا اللي بخدم ولا بتاع، أنا بشوف حقوق الناس على قد ما ربنا مقدرني. بس اللهم صل على النبي يا باشا، بسم الله ما شاء الله، المكتب ده هيبقى وش السعد عليك يا باشا. استنى أكلم المستشار أكرم أشتغله شوية. أكرم باشا، صباح الفل، إيه الأخبار؟ مش ناوي يا باشا تيجي تنزل تشرب معايا كوباية قهوة كده في المكتب بتاعي الحلو الشيك الكبير ده؟ بدل علبة الكبريت اللي أنت قاعد فيها دي. لا والله يعجبك جدا المكتب، لازم تشوفه. طيب تمام، خلاص وأنت مروح تعالى بص بس. تمام يا باشا، تمام، يلا مع السلامة، سلام، اتفضل. أصله كان دايما بيتريق على مكتبي القديم، ابن حلال أكرم ده. ها ورينا بقى المحاضر والتلبسات اللي عندك النهارده، خلينا نشوف الدنيا فيها ايه. اتفضل سعادتك يا باشا. ده دعاره ده. بنات حلوه؟ انت عارف يا باشا، انت فاهم. طيب ده تدي لوجدي بيه، راجل بتاع ربنا والستات ما بتشغلوش. وده ايه ده؟ ده سرقه. تمام، ده يروح ليوسف بيه. طويل البال كده ومخه كويس. وده ايه؟ اه ده مخدرات. ده يروح لحسام بيه. اتفضل. ايوه اتفضل. باشا في عسكري بره المكتب، المستشار مأمون عالم الدين، عايز سيادتك. مأمون عالم الدين؟ خير على الصبح. وجيه بيه. ازاي سعادتك؟ الحمد لله يا فندم بخير. بقول لك ايه يا وجيه ايه؟ انا في موضوع كده بسيط وصغير ليا انا شخصيا يعني، بس عندي سعادتك. اؤمر يا فندم. يعني لو سمحت، ايه اللي حصل؟ مفيش يا باشا، انا دخلت له واتصل بمأمون بيه. يعني هو بيكلمه دلوقتي؟ ايوه يا باشا، اتصل بيه قدامي. طبعا اول ما مأمون بيرد انا سحبت نفسي وخرجت. قولي تعرف ايه عن وجيه بيه؟ والله يا باشا يعني معرفش كتير عنه، بس في ناس بتقول ان هو شديد شويه، في ناس تانية بتقول ان هو جدع يعني. يلا ان شاء الله خير. اكيد يا باشا ان شاء الله خير. وفي حد يقدر يكسر كلمه المأمون بيه؟ المأمون بيه طبعا كلمته سيف على رقبه اي حد، وهم كمان بيعملوا حساب بعض. في حاجه يا وجيه باشا ولا ايه؟ لا لا يا باشا، بلاوي بتتحدف علينا على الصبح، حاجة تقرف. والله يا باشا أنا من ساعة ما شفت الواد العسكري بتاع مأمون بيه ده وأنا بقول ربنا يستر على الصبح، معرفش يا باشا ما بتفائلش بالواد ده أبداً. مجمع لما وفق، خد اديله الموبايل بتاعه، وهات لي المحضر بتاع المخدرات ده أنا حقق فيه بنفسي. مش ده اللي كان هياخده حسام بيه؟ آه بتاع الولد والبنت ده. بقول لك إيه؟ اديله التليفون وأول ما تلاقيه ماشي تدخل لي البنت دي على طول. حاضر يا باشا. يلا. بكلم طنط سلوى كل اسبوع تقريبا، ونادين لما تيجي فرصه نتكلم بنتكلم. الست في شغلها وانا في شغلي، يعني ما حدش فينا مقصر، بس هي الدنيا كده. اتفضلي. ايوه يا حبيبتي، بس واضح ان محمود متضايق وحاسس ان انت ومامته بعاد عن بعض. اعتقد انه حابب يشوف ولاده علاقتهم قويه بجدتهم وعمتهم، وده حقه يا ريهام. طبعا يا بابا حقه، وده طبيعي، انا ما قلتش حاجه ولا حتى متضايقه،
بس هي والله الظروف مش اكتر، يعني ما بين مدرسه ومذاكره وصحيان بدري بس. طب انتوا كويسين مع بعض اليومين دول؟ اه يا ماما الحمد لله كويسين مع بعض ورايقين، بس مش عارفه كده ساعات بحس محمود متوتر وقلقان وبيتعصب بدون داعي، وساعات تانية بيقعد يهزر معايا وموتني من الضحك. ده حتى موضوع مامته واخته مبقاش يتكلم فيه معايا. لا يا حبيبتي، هو بس يمكن مش عايز يضايقك، انا كنت قاعد معاه من يومين وكلمني في الموضوع وطلب مني اقول لك عليه. قوله كده بقى، يبقى ده اللي خلاكوا تفتحوا الموضوع معايا دلوقتي فجأة. لا والله هي جت بالصدفة كده. مش يلا بقى، يلا عشان ما نأخرهاش على الجيم. لا خلاص بقى، جيم ايه ده، الولاد زمانهم داخلين. معلش يا حبيبتي احنا فاجئناكي كده النهاردة، اصل كنا في البنك اللي في الشارع اللي وراكي. يا بابا انتوا تنوروني في اي وقت، ده بيتكم. يا حبيبتي يعني انتوا الاتنين بتنكروا علاقتكم بالحاجات دي؟ اه يا باشا، الحاجه دي مش بتاعتنا معاليك. وانت يا رشا، الحاجات اللي مسكوها معاك دي مش بتاعتك برضه؟ لا طبعا، انا ما اعرفش حاجه عن الحاجات دي اصلا. ولا بتاعت وليد؟ ايوه يا مأمون، رشا هي اللي دخلت الاول وبعدين دخل الزفت التاني اللي اسمه وليد. اه يعني هو دخلها الاول لوحدها؟ طب ما ممكن نتكلم معاها كلمتين يفيدوها في التحقيق. مش عايز اتكلم قدام الوقت. والله والله يا مأمون، الراجل ده لو خرج بنت من الموضوع ده لاخلي تحت رجليه كل اللي احلم بيه. طيب بس احنا ما نسبقش الاحداث. بقول لك ايه، هو المحامي بتاعك ما راحش ليه؟ اتصلت بيه اكتر مره ما بيردش عليا، كلمت المكتب كل الجروب اللي في المكتب في المحكمة عشان عندهم قضية تقيلة. السكرتيرة هي اللي ردت عليا وقالت لي الكلام ده. خير خير إن شاء الله. طيب أول ما تعرف قراره كلمني على طول. مع السلامة. يا رشا، مش عايزة تقولي حاجة؟ لا. وأنت يا ابني، في حاجة عايز تقولها؟ لا يا باشا. تفضلوا امضوا على اقوالكم. يحبس كل من المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد لهما في الميعاد القانوني، ويوصل الحرز للمعمل الكيماوي للفحص والإفادة بمحتواه، ويتم التحفظ على السيارة المضبوطة في ديوان القسم لحين الفصل في القضية. أنا بنتي تتحبس يا مأمون؟ راسك كمان تتحبس؟ طب إزاي؟ إحنا فين؟ إهدى يا روبي، إهدى أرجوك، الموضوع مش هيتحل بالعصبية دي، اتفضل. إهدى إزاي بس يا مأمون؟ إهدى إزاي بنتي محبوسة مع المجرمين؟ أروح أقول إيه لأمها؟ لا خلاص؟ ما عادش ليا قيمة في البلد؟ بقيت قليل الحيلة؟ إهدى إزاي؟ يا روبي، أنا قلت لك من الأول المستشار وجيه ده مش بتاعنا، مش راجلنا، كنت متأكد إن هو هيعرفنا. أنا مالي ومال وجيه وزفت؟ انا بتكلم عنك انت، انت اتصرفت ازاي، عملت ايه، عملت اتصالات مع مين؟ انا اتصلت بيه شخصيا. يا عشان كده بنتي اتحبست. ما انا برضو مش هسكت، انا هتصرف على اعلى المستويات، واكيد هنلاقي طريقه يعني خلصنا من المأزق اللي احنا فيه. هي دلوقتي محبوسه 4 أيام على ذمة التحقيق، دول ما لهمش حل، بس بعديها اوعدك ان هخرجها لك باسرع وقت. والله لا، انا بشكرك على المعلومه العظيمه دي، أنا اللي هتصرف وأخرج بنتي إن شاء الله بالمجرمين والبلطجية، بس أنت بقى مالكش دعوة من هنا ورايح، ما تتدخلش في أي حاجة خاصة بيا. وعلى فكرة المشروع اللي أنت قارفني بيه بقالك 2 شهر تنساه خالص، فاهم؟ تنساه. روبي أرجوك اهدى وتفضل،
ما تعليش صوتك، انت عارف احنا قاعدين فين. اتفضل. بعدين موضوع الشغل ده هيزعلني قوي. احنا اللي بينا مش شغله بس، احنا عيله. وارجوك ما تتصرفش اي تصرف غير مدروس يصعب موقفنا. ارجوك اديني فرصتي وانا هخرجها لك. اما اللي اسمه وجيه الزفت ده هيبقى له معايا حساب عسير، عسير جداً.